الصعود إلى القمر حقيقة أم أكذوبة؟ إعلانات متكررة عن الهبوط على سطح القمر ترددها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا منذ أواخر ستينات القرن الماضي، لكن هذه البيانات التي تصدر عن ناسا يشكك الكثيرون في صحتها، معتبرين أنها مجرد شو إعلامي فقط، هدفه الخدعة ونسب إنجاز كبير كهذا إلى بعض الجهات الأمريكية. لكن حقيقة الأمر أن هذه الصور والفيديوهات التي تبثها ناسا جرى تصويرها في استوديوهات خاصة على سطح الأرض. ناسا ومنذ مطلع ستينات القرن الماضي بدأت إرسال رحلاتها الفضائية التي تحمل اسم أبولو إلى القمر، لكن لم تنجح سوى رحلة أبولو 11 التي وصلت إلى سطح القمر عام 1969، وكانت تضم ثلاث رواد فضاء أبرزهم نيل أرمسترونغ الذي يعتبر أول من مشي على سطح القمر. هذه الرحلة الناجحة دفعت ناسا إلى إرسال المزيد من الرحلات الفضائية إلى القمر، بلغت في مجملها ست رحلات، كان آخرها تلك التي جرت في عام 1972، لتبدأ وكالة الفضاء الأمريكية منذ أواخر الستينات نشر الصور والفيديوهات المختلفة التي تزعم أنها على سطح القمر. المشككون في وصول رواد وكالة الفضاء الأمريكية إلى سطح القمر يؤكدون أن الأمر مجرد خدعة لا أكثر، بدأت بين القوتين الأكبر في العالم ضمن ما يعرف بالحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي ووريثه الحالي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتسابق كل منهما في تحقيق التقدم في مستويات التسليح والتكنولوجيا وغيرها من المجالات المختلفة، ما يؤكد صحة الشكوك في صعود أمريكا إلى سطح القمر. أن الصور والفيديوهات التي تنشرها وكالة ناسا لا يوجد بها أي نجوم في الخلفية، لكن المختصون في علم التصوير يرون أن هذه الظاهرة طبيعية نظراً لضوء الشمس الساطع الذي يمنع ظهور أي شيء خافت مثل النجوم. فيديو آخر نشرته وكالة ناسا ظهر فيه العلم الأمريكي يرفرف عالياً، وهو ما يثير الشكوك حول إجراء الرحلة من الأساس. فمن المعروف أن العلم لن يرفرف بدون رياح، والرياح تحتاج إلى وجود غلاف جوي، فكيف يكون ذلك حقيقة والقمر لا يمتلك غلافا جويا؟ ومن خلال الصور والفيديوهات التي تنشرها ناسا لرواد الفضاء على القمر ظهر اختلافا كبيرا بين الأخيلة واتجاهاتها، على الرغم من اقتراب رواد الفضاء من بعضهم البعض خلال الرحلة وأثناء التصوير. حركة رواد الفضاء على سطح القمر وفقا لما تنشره وكالة ناسا يثير أيضا تساؤلات كثيرة، فالحركة شديدة البطء التي تظهر في الفيديوهات يقول المشككون أنها خدعة بصرية تتم من خلال تعليق رواد الفضاء بأسلاك رفيعة والتحكم في حركتهم من خلال بعض المؤثرات الأخرى، ليبدو الأمر كما لو أنهم يسبحون في الفضاء. الشكوك التي تحدث عنها الكثيرون فيما يخص الصعود إلى سطح القمر تثبت العديد من الوقائع عدم صحتها، فرواد الفضاء الذين صعدوا إلى القمر في رحلات مختلفة جلبوا معهم بعض الدلائل الملموسة مثل 381 كيلوغرام من صخور القمر، وهي صخور فريدية ولا توجد على سطح الأرض.